أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان السبب والنتيجة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم: أولا أن نحدد السبب، ثانيا أن نحدد النتيجة، فهيا بنا لنبدأ. السبب والنتيجة، فلكل حدث سبب ونتيجته، فدعونا نرى ذلك. محمود جائع، ومحمود يحب الهمبرجر، هذه جميعها أسباب، والنتيجة كانت أن محمود أكل الهمبرجر، فإذن بسبب أن محمود كان جائعا ولأنه يحب الهمبرجر أكل الهمبرجر. كان محمود يأكل الهمبرجر بكل شهية وتلذذ. أما اللاعب الذي سدد الكرة بمهارة فقد فاز باللعب بالمباراة، فكان السبب لنتيجته بالفوز بالمباراة أنه سدد الكرة بكل مهارة. أيضا يسدد الكرة بكل مهارة، فكانت النتيجة أنه فاز بالمباراة، والسبب بذلك أنه سددها بكل مهارة. أما بالنسبة لتحديد السبب والنتيجة، فلقد شاهدنا في الجمل السابقة أسباباً ونتائج لهذه الأسباب، فالأحداث جميعها في الجمل السابقة كانت نتيجة لأسباب كما رأينا، ففي بعض الجمل تحوي أسباب ونتائج. أصدقائي، أخيراً لقد أخذنا في درسنا لهذا اليوم أن الأحداث كانت نتيجة لأسباب، ففي بعض الجمل كانت هناك أسباب ونتائج. وأخيرا أصدقائي، إذا كان هناك أي سؤال لا تترددوا بالاتصال بي، وهناك ورقة عمل أرجوكم قوموا بحلها، فشكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.